اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الصحافه اليوم، واللي بنتناول فيه بالقراءه والتعقيب اهم العناوين والمانشيتات بالاضافه لمقالات الراي والاخبار الصادره في صحف ومجلات غدا الخميس 24/8/2017. مع حضراتكم النهارده مشاهدينا هنطالع العدد الجديد والاسبوعي من مجله الاهرام العربي، ويصحبني في هذه الجوله الصحفيه الكاتبه الصحفيه بمجله الاهرام العربي ومدير او نائب مدير تحرير المجلة الأستاذة سهير عبد الحميد. برحب بحضرتك يا فندم. يعني حقيقة أستاذة سهير معنا موضوعات كتير مختلفة، خلينا مباشرة نبدأ بصفحة 18، ومشاهدينا زي ما عودنا حضراتكم دايما بيكون معانا حوار العدد. حوار العدد النهاردة مع السفير أحمد أبو زيد وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية. الحقيقة أدلى ببعض التصريحات لمجلة الأهرام العربي، قال فيها: قطر لا تستطيع الهروب من مطالب الدول الأربع، وإثيوبيا لن تستطيع ملء خزان سد النهضة قبل إتمام الدراسات. يعني دي كانت العناوين، نتعرف من حضرتك على التفاصيل. طيب، هو الحقيقة سيادة السفير اتكلم في خمس قضايا محورية في هذا الحوار. زي ما حضرتك تفضلتي اتكلم عن إثيوبيا، وهو أكد أن إثيوبيا ستلتزم باتفاقية إعلان المبادئ المبرمة في 2015، وأن اللجنة الفنية الثلاثية المتفق عليها شغالة وبتدرس كل الآثار السلبية لسد النهضة، وأكد على أن في فترة زمنية قدامنا من 12 ل 15 شهر قبل ما إثيوبيا ممكن أنها تملى سد النهضة. النقطة الثانية اللي اتكلم فيها هي قضية عودة السفير الإيطالي إلى مصر، وأكد سيادة السفير على أن ده بيؤكد كذب كل الادعاءات اللي أثيرت أن الأمن المصري عتم على بعض المعلومات فيما يخص قضية مقتل ريجيني المشهورة اللي أدت للأزمة بين مصر وإيطاليا، لكنه برضو بيؤكد على أن احنا مش لازم نتعجل في عودة في مناقشة عودة السياحة الإيطالية وما إلى ذلك. من القضايا المهمة كمان اللي ناقشها قضية قطر تحديدا. قطر بتحاول الاستقواء بدول أجنبية ومنها أمريكا عشان تجبر الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين إن هم يتراجعوا في بعض الشروط اللي حطوها عشان إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر مرة تانية. سيادة السفير بيؤكد في هذا الحوار على أن قطر ليس أمامها سوى خيار واحد، وهو الامتثال لقرارات الدول الأربعة. ويمكن اللي بيأكد ده النهاردة من ساعتين تشاد قررت أن هي تغلق السفارة القطرية لديها، لأنها وقالت أصدرت بيان أكدت فيه على أن قطر بتساند الإرهاب في ليبيا وهو ما يهدد أمن تشاد. طب احنا بنشوف ان دولة قطر ما زالت مصرة على موقفها من الدول الاربع الداعية لمكافحة الارهاب، هل تتوقعين مزيد من الخطوات التصعيدية في الوقت الحالي والوقت القادم من اجل يعني ربما ارجاع قطر عن سياستها الداعية للارهاب؟ والله سيادة السفير اكد على هذا الكلام، لان الدول الاربع مصرة ما فيش بديل مع تصاعد موجة الإرهاب في المنطقة، وخصوصا بالنسبة لمصر والأحداث اللي احنا شايفينها كل يوم واللي امتدت لقلب القاهرة. يعني الأمور ما بقتش مقتصرة على سيناء، يعني كل الدول في المنطقة دلوقتي بتعاني فعلا من نار الإرهاب، فما فيش أي دولة من الدول الأربعة مستعدة أنها تتراجع عن هذه القرارات. كمان قطر لن تنجح في أن هي تخترق الدول الأربعة، يعني مش ممكن أنها تستميل دولة على حساب دولة تانية، وده اللي أكده سيادة السفير في هذا الحوار. نعم، طيب يعني مش هنبعد عن الموضوع ده كتير، هنروح لخبر آخر مشاهدينا متعلق بنفس الموضوع وهو تقرير عن الجماعات الإرهابية. هنطالع هذا التقرير من صدر الصفحة 26، بيقول: الدهس والطعن عرض مستمر، أوروبا تفشل في ترويض الذئاب. يعني يمكن عمليات إرهابية كتير وتحديدا عمليات دهس في الفترة الأخيرة اجتاحت العالم بشكل عام، نقدر نقول ان السحر ارتد وانقلب على الساحر؟ ده حقيقي. التقرير ده هو عبارة عن قراءة في الصحف العربية ازاي تناولت حادث الدهس الأخير في برشلونة، وهو فعلا انقلب السحر على الساحر، وده بعيدا عن أسلوب الشماتة. الغرب هو اللي ابتدع الإرهاب بداية من القاعدة وصولا إلى داعش، وهو ابتدى يذوق يعني يدوق مرارة هذا الإرهاب اللي هو صنعه في عقر داره. وده يمكن بيفكرنا بمشهد قديم شوية، وهو حادثة اغتيال رابين على يد متطرف يهودي.
في الوقت ده الناس فعلا طلعت وقالت نفس هذا التعبير، انقلب السحر على السحر، لأن رابين والنظام الصهيوني كله كان بيأكد على فكرة أن الأغيار والفلسطينيين دول أعداء ولا يمكن أن احنا نمد أيدينا إليهم بالسلام. وأول ما اتعملت اتفاقية غزة ريحة تم اغتيال رابين. بالمثل ده اللي بيحصل موجود دلوقتي في أوروبا. أوروبا بتعاني من عودة الدواعش من سوريا والعراق ليها مرة تانية، ودي كارثة بتهدد المجتمع الأوروبي بشكل كبير جدا وتقلقهم. يعني دلوقتي الحوادث الإرهاب والدهس اللي احنا بنشوفها في مختلف العواصم الأوروبية، الغرب صنع الإرهاب وبيدوق نتيجة صنعته دلوقتي. إذن العمليات الإرهابية مش بس مقتصرة على الدول العربية، كمان طالت بشكل كبير جدا الدول الأوروبية. إذن أقدر أسأل حضرتك سؤال مهم جدا، ما طرق مكافحة الإرهاب على مستوى العالم بشكل عام؟ بصي، لازم نتخلى عن سياسة الإزدواجية. الإرهاب هو الإرهاب، الإرهاب في أمريكا، الإرهاب في إسرائيل، الإرهاب في قطر، في إيران. لابد أن المجتمع الدولي يزن الأمور بميزان واحد وليس بميزانين. يعني بمعنى ان امريكا بترعى الارهاب، ايران بترعى الارهاب، تركيا بترعى الارهاب، اسرائيل بترعى الارهاب. يعني حتى احنا في نفس العدد مناقشين القضيه بتاعه الاستفتاء الاقليم كردستان بينوي عمله في المنطقه، وده كل الدول العربيه حتى الاتحاد الاوروبي امريكا كلهم معارضين هذا الاستفتاء، لان الكل ضد تقسيم العراق. الدولة اللي واقفة بقوة وبتدعم هذا التقسيم هي إسرائيل. فإذا لازم لازم يتوفر إرادة لدى المجتمع الدولي إن هو يحارب الإرهاب. إذا توفرت هذه الناس صادقة لازم يكون في ميزان واحد تقاس به كل الأمور. نعم، إذا هو معيار وميزان واحد تقاس به كل الأمور. صح. طيب خلينا نلقي نظرة على الشأن العربي ومشاهدينا هنروح للصفحة 43 ونظرة على ما يحدث الآن في تونس من قرارات أخيرة تخص حقوق المرأة. هقرأ على حضراتكم العناوين الرئيسية، بتقول من بورقيبة إلى السبسي المرأة الرقم الصعب في المعادلة التونسية، انقسام في تونس حول قرارات السبسي. يعني قراءة حضرتك الصحفية لهذه القرارات. طيب بداية لازم يعني نعترف ان السبسي هو على قناعة بهذه القرارات، هي في قناعة في المجتمع التونسي بأهمية دور المرأة، وده وراء العنوان اللي احنا اخترناه. المرأة التونسية تختلف، او في المغرب العربي تحديدا تختلف عن المرأة في بقية الدول. الدول المغرب العربي تعرضت لاستعمار بمعنى كلمة الاستعمار، يعني في مصر احنا شفنا انتداب، لكن الاستعمار كان بمعناه وحذافيره في تونس، في المغرب، في الجزائر. المرأة التونسية كانت مضطرة تخرج جنب الراجل وتكافح هذا الاستعمار، يعني مش بس بالدعم المالي ولا بالدعم المعنوي، لا، هي كانت بتشارك بالسلاح، وهي اللي ساهمت في حصول تونس على الاستقلال. بعد ما حصل الاستقلال كان من الصعب ويعني من المستحيل تجاهل المرأة بحال من الأحوال. عشان كده أول ما الحبيب بورقيبة تسلم السلطة أصدر ما يعرف بمجلة الأحوال الشخصية أو قانون الأحوال الشخصية، اللي فيه يعني بنود انتصرت للمرأة يعني في كثير من المواضيع، منها منع تعدد الزوجات، إن التعليم يكون للفتيات جميعا، منع يعني أو إن المرأة تكون مسؤولة عن تزويج نفسها وبالتالي لا يتم يعني إجبارها على الزواج رغما عنها. إذن من المعترض على هذه القرارات في تونس؟ بالأساس هو الإخوان، إخوان تونس يعني الممثلين في حزب النهضة، وبعض الليبراليين يعني يعني زي من ناحية أن مفتي تونس مثلا أيد هذه القرارات واعتبرها أن هي عودة لتعليم الدين الإسلامي الصحيح. نجد أن جامع الزيتونة أصدر بيان ندد فيه بقرارات السبسي. هذا لا يمنع أن في بعض الأصوات الليبرالية عرضت هذه القرارات، لكن في النهاية الشارع التونسي هو اللي هيحط الكلمة الفصل. وصول حزب النهضة بنسبة كبيرة في البرلمان عامل قلق للمجتمع المدني، عشان كده في حالة تكاتف وراء قرارات السبسي. وهذا لا يمنع في الوقت نفسه ان السبسي اذا كان مقتنع بهذه القرارات، وهي يعني اقتناع في الشارع التونسي بأهمية دور المرأة في المجتمع هناك، لكن هذا لا يمنع ان هو بيوظف المسألة سياسيا، لان المرأة لعبت دور كبير جدا في وصول السبسي لكرسي الرئاسة، وهو ده اعترف بيه. يعني 60% من الأصوات اللي حصل عليها في الانتخابات وقدر بيها يتغلب على غريمه منصف المرزوقي كانت من السيدات.
إذن هي تلعب دور مهم جدا في المجتمع، ولا ننسى لها أبدا وقوفها إلى جانب الرجل وحملها للسلاح أيضا. صحيح، ده صحيح. طيب خلينا نرجع مرة تانية للشأن المحلي ونطالع مع حضراتكم خبر آخر من الصفحة 36. الحقيقة بيتحدث هذا الخبر عن صناعة مهمة جدا، وهي صناعة الغزل والنسيج، مدن نسيجية جديدة ومجمعات للغزل بالتعاون مع القطاع الخاص. مصر تستعيد محلة الغزل والنسيج. أما حمزة أبو الفتح المفوض العام للشركة بيقول قلعة الغزل قادمة عام 2022. يعني زي ما احنا شايفين في جهود من الدولة لإحياء هذه الصناعة من جديد. يعني خلينا اقول ان 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 مصر يعني من زمان، من عهد الفراعنه، كانت صناعه النسيج بالنسبه لها نمره واحد، واستمر هذا الوضع عبر عصور. يعني حتى في العصر القبطي عمر بن الخطاب يعني كان النسيج القباتي معروف، لدرجه ان بعد كده عمر بن الخطاب كان بيوصي بصناعه كسوه الكعبه من هذا النسيج القباتي نظرا لشهره النسيج المصري. حتى محمد علي لما حب يعمل تجربه النهضه في مصر كانت من الصناعات نمره واحد اللي اهتم بيها كانت صناعه النسيج. ولحد دلوقتي احنا عندنا في منطقه القناطر الخيريه مازال محلج القطن المبنى الاثري موجود. فاذا صناعه النسيج دي صناعه مصريه اصيله جدا. للاسف في عهد يوسف والي تراجعت هذه الصناعه نتيجه قرارات خاطئه بعد الخصخصه، تراجعت زراعه القطن وبالتالي توقفت يعني صناعه الغزل والنسيج. دلوقتي في توجه من الدوله لاعاده هذه الصناعه لوضعها الطبيعي من خلال عدة يعني خطوات. الخطوة الأولى هي الاهتمام بزراعة القطن وتشجيع الفلاح على أنه يزرع مساحات كبيرة منه، يعني بأن هم يوردوا القطن من الفلاح بأسعار مناسبة جدا. وفي اتفاق أنه يبقى في إنشاء مدن زي ما الحوار بيقول، مدن متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لإحياء هذه الصناعة من جديد. طيب واحنا بنتكلم عن صناعة وتحديدا صناعة الغزل والنسيج، طرف مهم جدا في هذه الصناعة هو العامل. صحيح. وزي ما احنا بنشوف مشاكل كتير كانت بتواجه هذه الصناعة من جانب العمال نفسهم، هل تم التطرق لمشاكل العمال؟ قعدوا مع حد من المسؤولين في الدولة بحيث يعرضوا مشاكلهم ويسمعوا وجهة نظرهم في الموضوع؟ هي النهاردة لسه الجرايد نشرة ان النقابة توصلت لبعض الحلول ارضاء العمال ان هم يحصلوا على بعض الحقوق المادية بتاعتهم. وزي ما حضرتك اشارتي، العامل البشري هو نمرة واحد، يعني الانسان هدف التنمية وصانعها. فإذا أنا كنت عايزة أنمي هذه الصناعة لازم أن أنا أهتم بهذه الكوادر، وهم ابتدوا النهاردة توصلوا لبعض الحلول، ولازم أن هم يمشوا على هذا الطريق إذا كانوا فعلا عايزين يرتقوا بصناعة الغزل والنسيج. نعم. طيب خلينا نتطرق لموضوع آخر مشاهدينا هنتابعه من الصفحة 28. الحقيقة هو تقرير عن المفكر رفعت السعيد. بنقرأ العنوان الرئيسي في هذا التقرير: رفعت السعيد مفكر التوازنات الصعبة. يعني خلينا نعطي نظرة كده للسادة المشاهدين أهم الملامح الشخصية لرفعت السعيد. دكتور رفعت السعيد الله يرحمه هو يعني أحد أهم أقطاب اليسار المصري. هو اللي أسس مع دكتور خالد محي الدين حزب التجمع اللي هو المنبر الأهم والأول لليسار في مصر. المقال الحقيقة ركز على نقطة مهمة وزاوية مهمة في شخصية دكتور رفعت السعيد، وأن هو رجل التوازنات. دكتور رفعت السعيد في حياته بعد مماته كان دايما بيتهم بان هو وان كان قطب من اقطاب المعارضه المصريه، فان هو ما بيجدش غضاضه في ان هو يعني يضع يده في يد النظام. انما دكتور رفعت السعيد كان ليه فلسفه معينه، هو كان بيفرق ما بين الموقف السياسي والعمل السياسي. الموقف السياسي اللي بيتبناه هي ايديولوجيه اليسار، مبادئ ثابته لا تتغير، لكن كان في الوقت نفسه بيشوف ان العمل السياسي لازم بيتغير وفق الظروف. فحتى في هذا المقال يعني أشار إلى وقعة اتصال تليفوني ما بين دكتور رفعت السعيد وكمال الشاذلي اللي هو يعني أحد أبرز نظام مبارك، كان بيتكلم فيه وبيطلب حاجات للناس في حزب التجمع وبيطلب الإفراج عن بعضهم من السجون، وبيحذر كمال الشاذلي من اللعبة اللي تلعبها الدولة مع الإخوان قبل الانتخابات البرلمانية. دكتور رفعت السعيد كان شايف أنه كمعارض هذا لا يعني أنه هو يعارض الدولة على طول الخط، هي دي مش وظيفته، وهي دي فعلا يعني الدور الرئيسي للمعارضه، مش معارضه النظام والسلام، لكن هو كان بيشوف ان لازم يتبع سياسه التوازنات، يعني يكون مع الدوله لما تصيب ويعارضها لما تخطئ.
طب ازاي الدولة ممكن تستفيد بمفكر عظيم زي ده وكتاباته انها يعاد احيائها ربما بشكل ما او باخر حتى تستفيد منها الاجيال القادمة والشباب اللي لسه طالعين؟ يعني ده دور وزارة الثقافة الحقيقة، يعني وزارة الثقافة مطلوب أنها تعيد نشر أعمال الكتاب الكبار، ودكتور رفعت السعيد ليه مؤلفات مهمة ومنها مؤلف مهم جدا عن تاريخ اليسار المصري بيرصده من أول يعني ما كانت فكرة يعني مستوردة من الأجانب، عملها هنري كوريل اللي هو اليهودي، ويعني دي يمكن الصبة اللي دايما بتوجه لليسار المصري إن اللي أنشأه في الأساس يهود. دكتور رفعت السعيد في هذا المؤلف يعني عامل قراءة بانورامية تحليلية لتاريخ اليسار المصري في منتهى الروعة، فأنا أعتقد أن دور وزارة الثقافة المصرية أنها تعيد نشر مثل هذه الأعمال. إذن هذا مطلب يجب الانتباه من الدولة لمثل هؤلاء الكتاب والمفكرين العظماء حتى يستفيد منهم كل الأجيال. طيب خلينا نروح للصفحة 64 ونطالع مشاهدينا ملامح أفلام عيد الأضحى المبارك، ونحن على مشارف عيد الأضحى وكل عام وحضراتكم بألف خير. الخبر بيقول في موسم عيد الأضحى السينمائي الأكشن للكبار والكوميديا للصغار، يعني ملامح أفلام عيد الأضحى المبارك وإحنا داخلين على الموسم ده. أولا كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل المشاهدين بخير. إحنا عندنا في موسم العيد عندنا في فيلمين مكملين، فيلم السقا وتامر حسني، يعني هيتم عرضهم في عيد الكبير. بقيه الافلام الحقيقه المنتجين تبنوا سياسه اللي هي ايه، الانتاج القليل او المصاريف القليله عشان نحقق ارباح اكتر، فبالتالي هم استعانوا بنجوم الصف الثاني. عشان كده هنلاقي من ابرز النجوم في افلام العيد نجوم مسرح مصر، محمد عيد راجع بقوه بفيلم، يمكن الفيلمين الكبار لنجوم كبار عندنا هو فيلم الكنز ده لمحمد رمضان، واحمد عز عامل فيلم جديد اسمه الخليه عن الارهاب. لكن بصفه عامه يعني حجم انتاج الافلام اللي هتقدم في عيد الاضحى يعتبر يعني ضئيل نسبيا. يعني ممكن نقول ده نتيجة للأوضاع الاقتصادية والظروف العامة للدولة؟ طبعا بالتأكيد، يعني الانتاج السينمائي دلوقتي مغامرة زيه زي النشر، يعني مغامرة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتعيشها خصوصا بعد ثورة 25 يناير. فلازم ان هم يعني قدامهم حل من حلين، يعني يبطلوا ينتجوا يعني يحاولوا يقتصدوا، فهم لجأوا الحل التاني الاقتصاد. نعم طيب، يعني بعد ما لجأوا للاقتصاد والبحث عن نجوم الصف الثاني توفيرا للماديات، المحتوى بقى لو اتكلمنا عن محتوى الأفلام، دايما بنشوف تحديدا في أفلام العيد ربما بعض المشاهد والألفاظ اللي يمكن بتخرج من يد الرقابة دون رقابة عليها، فبتخرج بالتالي للمشاهد ولكل الطبقات من أطفال وشباب وكبار وصغار، هل تم إحكام الرقابة بشكل كبير على أفلام العيد؟ بصي انا ما اعتقدش ده، يعني ودي ازمه احنا يعني عايشينها في الكام سنه الاخيره. يعني رب الاسره دلوقتي ما يقدرش ياخد اولاده ويدخل بيهم فيلم سينما وهو مطمئن تماما انه مش هيشوف مشهد خارج او لفظ خارج. يعني حتى الاطفال دلوقتي يعني بيدخلوا الفيلم من هنا بيخرجوا بكميه الفاظ يعني غير طبيعيه، غير طبيعيه في حياتهم. يعني ودي الحقيقة أزمة أخلاق في المجتمع. يعني حتى الشباب دلوقتي تلاقي لهم قاموس، يعني بعد القاموس الروشنة دلوقتي احنا بقى عندنا قاموس الشتايم بأسماء حركية، وده بقى المعتاد، يعني بتلاقيها بين الأطفال في ابتدائي لحد الجامعة وبين مختلف الشرايح العمرية ومختلف الطبقات الاجتماعية. بصي دي أزمة تربية وأزمة تعليم وأزمة ثقافة. يعني انت لما تبصي للسينما أيام الأبيض والأسود والسينما دلوقتي هتلاحظي الفرق. يعني حتى احنا بنتريق دايما على حوادث التحرش ونقول لك زمان مثلا في الاربعينيات كان ان الواحد يقف على محطه الاوتوبيس ويقول للواحده بونسوار يا هانم من غير ما يكون يعرفها، دي قله ادب. شوفي دلوقتي بيحصل ايه في الشارع وفي المواصلات العامه، هتعرفي الفرق. في فرق كبير حصل في فجوه. السينما هي انعكاس للفجوه دي. طب لو اتكلمنا على ربما وجهة نظر المنتجين للأفلام السينمائية واهتمامهم في الفترة الأخيرة بتقديم نوعية من الأفلام أيضا تناسب الصغار زي ما الخبر بيقول أفلام كوميدية للصغار، يعني تعليق حضرتك على هذا؟
هي في مجموعة أفلام اتقدمت لطيفة، يعني مثلا زي فيلم الدادة دودي. الأفلام دي يعني لا غبار عليها، يعني فيلم زي ده مثلا ما كانش فيه أي ألفاظ نقدر نقول عليها خارجة، فيلم كوميدي للكوميديا معمول. يعني ففي نوعية أفلام كويسة من اللي بتتعمل للصغار. إذا السينما مش بس مقتصرة على أفلام بعينها ولكن متنوعة في الفترة الأخيرة. طبعاً هذا التنوع مفيد للمجتمع بشكل عام. مفيد، وبعدين عايز أقولك حاجة، حتى الأفلام اللي بتقدم نجوم الصف الثاني، ما هم دول هيبقوا نجوم الصف الأول بعد كده، يعني حتى تحديداً نجوم مسرح مصر، يعني هم ابتدوا يحطوا لهم بصمة في السنتين الأخرانيين في مجال السينما، وده الحقيقة يحسب للفنان أشرف عبد الباقي. انت في تاريخ المسرح المصري المعاصر عندك اتنين بس هما اللي قدروا يقدموا كوادر فنيه جديده، محمد صبحي واشرف عبد الباقي. يعني محمد صبحي هو اللي قدم لنا منى زكي وهاني رمزي وداليا مصطفى، يعني وداليا ابراهيم. كل النجوم او معظم النجوم اللي شايفينهم دلوقتي خرجوا من عبايه محمد صبحي، وجات التجربه الثانيه اللي قدمها اشرف عبد الباقي. والحقيقة كل النجوم تقريبا مسرح مصر يعني شقوا طريقهم وقدر كل واحد فيهم ان هو يشيل فيلم. فهما يعني ماشيين بخطى ثابتة. الناجح دائما لا غبار عليه وبيثبت نفسه في اي مكان. أكيد. زي ما احنا بنشوف مجموعة الشباب بالنجوم دلوقتي. اكيد. يمكن ده مشاهدينا اكتر خبر ايجابي ممكن ننهي بيه حلقتنا النهاردة. بشكر فيه الكاتبة الصحفية واللي شرفتنا بالحضور في البرنامج، الاستاذة سهير عبد الحميد، الكاتبة الصحفية بمجلة الاهرام العربي، نائب مدير تحرير مجلة الاهرام العربي. شرفتينا يا فندم. شكرا لحضرتك. كذلك مشاهدينا الشكر أيضا موصول لحضراتكم، واستنونا غدا وحلقة جديدة من الصحافة اليوم. إلى اللقاء.